برباط ترأس اليوم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في دورته 18، والذي خصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة الماضية والمصادقة على مشروع ميزانية العام الجاري. روبورتاج عبد الحفيظ المنور وعصام عسول. مستعملو الهاتف النقال والثابت بالمغرب يبلغ حاليا 42 مليون، اما شبكة الانترنت فيصل عدد المشتركين بها الى 4 ملايين، بينما مستعملوها فيزيد عددهم عن 15 مليون. حصيلة تم التوقف عندها خلال اجتماع المجلس الاداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمقر رئاسة الحكومة. الاسعار ديال الاتصالات انخفضت بصفة مهمة في حدود ما يناهز 62% على طول هذه المدة. الاستعمال يعني تضاعف ب 75% لكل مشارك، والحظيرة ديال المشاركين في الهاتف النقال والثابت تتفوق 42 مليون مشارك. حصيلة إيجابية تبرز التطور الحاصل في الإقبال على وسائل الاتصال، قطاع يساهم بحوالي 5% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يجعل الوكالة أمام تحدي مواكبة متطلبات العصر. الوكالة مدعوة في الفترة المقبلة إلى الإسهام في الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم البرامج القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مواكبة التكنولوجيا لها، أخص بالذكر المخطط الوطني لتنمية الصليب العالي والعالي جدا، واعتماد تكنولوجيا شبكات الجيل الرابع لما لها من أثر كبير على تحسين جودة المكالمات وزيادة سرعة الربط بالإنترنت. الاجتماع تطرق لحصيلة قطاع المواصلات بشكل عام بما في ذلك البرامج القطاعية جيني، إنجاز، ونافذة، وباكت. المجلس سجل كذلك الأثر الكبير لهذه البرامج على المستفيدين، ويذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أحدثت قبل 16 سنة وتوصف بدرك قطاع ولها أدوار استشارية واقتراحية وتحكيمية.